وفي هذا السن بهذا الكم الهائل وأيضا بهذه الأسامي الرنانة والمنطلقة والباحثة عن الناموس، ننطلق مع الشوط الرابع والمخصص هناك للإبكار لسن الحجايج والمسافية 4 كيلومترات. أرحل دائما هناك مع الصدارة، ومقدمة هذا الشوط هناك الظبي حمد بن هلال بالزفنة الأعفاري، ولكن التحدي الجميل من العنود هناك عامر بن سعد بن محمد بن فهيده المري، من يتسلل على المقدمة والصدارة والمركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني في هذه اللحظات، زمهرير عبيد بن الدودة بن سويد العامري هناك ينطلق باحثا عن الناموس والمقدمة والصدارة هذا الشوط. المركز الثالث وثالث المراكز هناك الخفيفة، وصلت الخفيفة، وصل شعار سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي المركز الرابع هناك، وليشكل المربع الذهبي في هذه اللحظات. يا سلام بطرانة هناك أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، ولكن التحدي الجميل هناك من حشيمة شبيب بن محمد بن عمير النعيمي. يا سلام، وهناك سرية، السرية هناك غادمة، والسهيل بن سالم بن سليم بن الأسود العامري هناك أيضا منطلق بهذا الشعار وبهذا الاسم هنا، الشعار الذي قد صال وجال في سباقات الهجن العربية الأصيلة. بينما التحدي هناك من رقم 4 و3، خلي بالك الوهيبي هناك مختارة من تاتي، مختارة هناك من تاتي على المركز الثاني، وتختار الصدارة، تختار المقدمة والناموس والانطلاق الجميل. المركز الثالث في هذه اللحظات، يا سلام، دان خالد بن حميد بن حارب المهيري هناك، وصل شعار المهيري، ووصل هناك الوارية أحمد بن بخيت بن كراس السبوس. يا سلام، أعود مع الصدارة، التحديات الثنائية، السلامات وين؟ السلامات وين هناك؟ كردية على الصدارة، كردية بشعار الوهيبي، ولكن مختارة هناك، مبارك بن عبد الله بن سلطان العامري. يا سلام، تبارك الله ما شاء الله، سلام يا السلطنة، سلام على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز، كردية على الصدارة هذا الشوط. وعلي بن سالم بن ذويب الوهيبي هناك، من يتواجد مع صدارة هذا الشوط ومع المقدم لحظات الوصول والعبور إلى خط النهائي. المركز الثاني مختار مبارك بن عبد الله بن سلطان العامري، المركز الثالث وثالث المراكز هناك كوادر راشد بن محمد بن دحلوية العامري، المركز الخامس أو رابع المراكز كان من نصيب هناك زعفران وعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يتواجد، وهناك المركز الخامس أخيرة هي مختارة المركز الخامس بن محمد بن حمود البلوي، هناك من يتواجد على خامس المراكز. نعود مع التوقيت الزمني 6:03:06 من الثانية، توقيت المركز الأول وتوقيت شعار هناك الوهيبي كردية، من تتواجد علي بن صالح بن ذويب الوهيبي. المركز الثاني كان من نصيب 6:05:00 كان من نصيب أيضا مختار مبارك عبد الله بن شهدان العامري. المركز الثالث كان من نصيب حملة رقم 75، هناك من تتواجد كوادر راشد بن محمد بن دحلوي العامري، التوقيت الزمني 6:06:06 من الثاني 6:06:06. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.